إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الرجولة مقام، الرجولة مقام وقيم، مقام يرتقي إليه أصحاب الهمم العالية، يرتقي إليه المؤمنون بالله جل جلاله، الذين يعلمون يقينا بأن هذه الحياة لها خالق واحد سبحانه وتعالى، وهو المدبر، والأمر بيده. والله عز وجل ذكرنا في آي القرآن بأنه قد خلق هذه الحياة وخلق الموت، كما قال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقد بدأ الله عز وجل بذكر الموت قبل الحياة، لتظل الموت نصب أعيننا لا ننساها، لنعلم علم اليقين بأن حياتنا تنتهي، ولو طالت أعمارنا بل الحياة كلها قصيرة ولو طالت، وهي أقصر من أن نقصرها. وقد قال ربنا في آي القرآن: ولكل أجل كتاب. وقال في آية أخرى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فحياتنا تنتهي جميعا بشهيق أو زفير، وكلنا إلى ذلك المصير. ربنا أنبأنا في آي القرآن بقوله: الذي خلق الموت والحياة، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت علمي بعد الباب ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار، ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار. أتيت القبور فناديتها: فأين المعظم فيك والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا وماتوا جميعا ومات الأثر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ فالموت حق، والموت هو الواعظ الصامت. ربنا قال: الذي خلق الموت والحياة، نعيش في هذه الحياة لنعمرها، لنقوم بإعمارها وتحقيق
مقتضيات الاستخلاف فيها، كما قال ربنا في حق البشر وفي حق أمة الإسلام الشاهدة على الناس، كما في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والشهادة تقتضي الحضور. نعيش نحن هذه الأيام هذه المحنة، محنة الحريق التي أحرقت ودمرت وأزهقت الكثير من الأرواح والكثير من النفوس، من أرواح البشر، من أرواح البشر ومن أرواح البهائم. هذا الغطاء النبات الأخضر الذي دمر وأحرق عن آخره، حال من الدمار نشهدها هذه الأيام. ولكن ما حصل يجعلنا نحسن الظن بالله عز وجل. ما حصل يؤلف بيننا، يملأ قلوبنا إيمانا وتقوى ويقينا. فالمحنة تلد الهمة، المحنة تربي الرجال، المحن تصنع البطولات، المحن تبرز معاني الرجولة، والرجولة مقام كما قال رب العزة جل جلاله: من المؤمنين رجال. الرجولة مقام، الرجولة قيم، ومن هذه القيم التي تقوي مقام الرجولة قيمة الإسعاف والإغاثة. هذه الهبة التضامنية التي ترجمها مجتمعنا الجزائري في هذه الأيام الصعبة تترجم معاني الأخوة، تترجم معاني المحبة، تترجم معاني الوحدة، تترجم معاني الإيمان، لأنه من مقتضيات الإيمان الاستباق إلى الصالحات، إلى فعل الخيرات، إلى الطاعات، إلى الباقيات الصالحات، كما قال ربنا في سورة البقرة: فاستبقوا الخيرات. وفي سورة المائدة: فاستبقوا الخيرات. وفي سورة الحديد: سابقوا. وفي سورة الحج: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. آيات كثيرة تعلمنا الاستباق إلى الخيرات وإلى الباقيات الصالحات. الرجولة مقام، والرجولة قيم. هذه القيم تجعلنا نزرع الأمل، ولو اجتمعت أو تعددت عوامل اليأس لا نيأس، فنحن أمة الأمل، كما قال الشاعر: أعلن النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فمن قيم الرجولة المحبة والأخوة والوحدة والتعاون وصرف الجهود إلى ما يبني ولا يهدم، إلى ما يجمع ولا يشتت، إلى ما يزرع الأمل لا إلى ما يزرع اليأس. تعلمنا من ضحايا الحريق هذه القيم، قدموا أرواحهم في سبيل الله، في سبيل إغاثة غيرهم. وهذا المعنى العميق وهذا المعنى السامق من معاني الرجولة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أستغفر الله لي ولكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. قال الله عز وجل في آي القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
وقال أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وفي رواية أخرى: الدعاء هو العبادة. نسأل الله عز وجل الرحمة لضحايا الحريق. اللهم تقبلهم من الشهداء، اللهم تقبلهم من الشهداء، اللهم تقبلهم من الشهداء. اللهم ارحمهم جميعا برحمتك الواسعة. اللهم ارحم جميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم أكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، ويسر حسابهم، ويمن كتابهم، وثقل ميزانهم بالحسنات. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم الهم ذويهم والهمنا جميعا الصبر والسلوان والإيمان بقضائك وقدرك. اللهم إني نسألك باسمك الأعظم الشفاء لجميع المرضى ومرضى المسلمين. اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية. اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية. اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا. اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. بعد صلاة الجمعة نصلي صلاة الغائب هنا في المسجد إن شاء الله. من مين فك تظلي الجمعة أنزل صلاة الغائب في الميثين نغاك الملان أندى ملان من فك إن شاء الله نروح أنزل ذاق فث مثل النغ ذاقي ذي ثدث. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. انظر صوت الغايبة يثمثن فثمثنا في جموثن في استمثنا كمالا استحضر النية إنما الأعمال بالنيات. صلاة الغايب داخل الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.